رجعنا لكم من جديد موجة صباح على راديو ميد ومواصلين معاكم حتى النص النهار. العلوش وسوم العلوش واسوام العلوش واسبوع العلوش الحقيقه في تونس. شركه اللحوم تنظم اسبوع العلوش بدايه من غدوه. سوم الكيلو بقداش وعلاش اسبوع العلوش في التوقيت هذا؟ معنا مباشره السيد طارق بن جازيه مدير عام شركه اللحوم بتونس. اهلا وسهلا سي طارق، صباح النور، مرحبا وشكرا على قبول الدعوه. اهلا بك وكيف المستمعين، وانت قلت موجه وان شاء الله موجه ايجابيه الصباح هذا لفايه المستهلكين نتاعنا والمستمعين نتاعكم. عايشك الله يخليك، موجه صباح مع موجات ايجابيه ومع سوم العلوش. قداش كيلو ساعه؟ هذا اهم سؤال باش نبدا به، باش ندخل في صلب الموضوع. العلوش في شركه اللحوم سيكون انطلاقا من يوم غد لمده اسبوع كامل، يعني من يوم 26 الى يوم 31 اكتوبر 21 دينار و500 الكيلو العلوش. علوش محلي متاعنا احنا تونسي، اموره مريقله بالشروط الصحيه متاعه وبالامور منظمه، مذبوح في المسالخ متاع شركه اللحوم بالطابعه متاعه، في ظروف صحيه، في ظروف خزن معناتها صحيه. هذا اللي نضمنوه للمستهلكين متاعنا، وهذا بطبيعه الحال باش يكون في نقطه البيع المركزيه متاعنا في شركه اللحوم الورديه في المارشي سنترال وكذلك في شارع الحريه، الى جانب والسنة هي المناسبه كونه العرض التجاري نتاعنا هذا اللي هو يمكن رابع عرض تجاري نطلقوه منذ مده، وسيكون نقطه بيع اضافيه في الكرم. الناس اللي باش تزور معرض السيماب مع الصالون الدولي للفلاحه والمعدات الفلاحيه والصيد البحري السيماب ابتداء من الافتتاح نتاعه ان شاء الله باش يكون ابتداء من غدوه، عندنا نقطه بيع في معناتها في وسط المعرض، تبيع اللحم كذلك ب 21 دينار و500 الى جانب عديد المنتجات الاخرى نتاع الشركه سواء كبده او دبروشات او مرقات الى غير ذلك، لكن العلوش باش يكون ب 21 دينار و500 انطلاقا من غدوه، وهذا عرض بمناسبه المعرض الصالون الدولي هذايا، الى جانب كذلك بطبيعه الحال احنا كمؤسسه عموميه خاضعه لاشراف وزاره التجاره وتنميه الصادرات، هذا دورنا باش نساهموا معناتها في انتظامية التزويد، إلى جانب كذلك دورنا كمؤسسة عمومية، وهذا يواجبنا بأن نوفروا منتوج يراعي القدرة الشرائية للمواطن، واللي احنا كشركة اللحوم بطبيعة الحال قاعدين نلاحظوا منذ مدة، معناتها منذ حوالي الأسبوع التالي قاعدين نلاحظوا من خلال سوق الدواب متاعنا في الشركة، خاطر عنا سوق للدواب كبيرة برشا تعتبر من أهم سوق في الجمهورية التونسية، كون الأسعار في مخصص العلوش معناتها تتراجع نوعا ما، فعندما سعر الحي قاعد يتراجع، قاعدة تنقص الأسعار معناتها منذ قاعدة تنقص نوعا ما، لكن للأسف نقول هنا كونه الأسعار في السوق الدواب قاعدين نشوفوا فيها قاعدة تنقص، لكن الأسعار في بعض نقاط البيع متاع العلوش متاع اللحم الزازارة قاعدة ترتفع توصل ل 27، فما اللي بيع ب 29، فما يبيع حتى ب 30 دينار موجود، توصل حتى 30 دينار. بطبيعة الحال احنا التدخل متاعنا هو اللي هنا اللي كبح جماح الأسعار هذه اللي قاعدة ترتفع بطريقة غير مفهومة وغير مبرر، حتى اسبابها يعني ما تفهمهاش، الاسعار قاعده تطيح في السوق في السوق معناتها، ولكن تمشي للتاجر بالتفصيل خلينا نقولوا معناتها، ولا نقطه البيع بالتفصيل تلقى الاسعار مرتفعه، هذا يطرح نقطه استفهام كبيره الحقيقه. وهذا دورنا احنا، دورنا كمؤسسه عموميه بطبيعه الحال كونه ما نخليش هالتشوهات السعريه في مستوى السوق تصير، والتدخل نتاعنا باش نذكروا المواطنين، صحيح التدخل نتاعنا يمكن باش يكون في نقاط بيع معناتها في تونس الكبرى وفي نقاط بيع محدوده، لكن على الاقل المواطن اللي باش يسمع لسوم العلوش عند شركه اللحوم ب 21 دينار و500 سواء يكون في نابل ولا يكون في تطاوين ولا يكون في سوسه ولا في الساقس، يقعد يطرح التساؤل للزازار نتاعه يقول له علاش في تونس او يتباع ب 21 وانت تبيع فيه ب 27 دينار، ماذا يفسر هذا الارتفاع؟ معناته هو لهنا وزاد كيف يلزم الزازارة يلزم بالحق، معناته يلزم يعرفوا كونه نعطيهم ان سينيال كونه بالحق الاسعار راهي تشهد تراجع في مستوى العلوش حاليا، وهذاك علاش يمكن اطلقناه لمده اسبوع كامل على خاطر اطلقنا عديد العروض التجاريه سابقا شهدت صحيح نجاح كبير، وكانوا المواطنين للامانه في كل مره يقولون يا اخي علاش معناتها على نهارين بركه وعلاش ثلاثه ايام بركه، ماذا بينا تطولونا في المده، وهذا اللي قاعدين نقوموا به حاليا لمده اسبوع كامل بمناسبه الصالون الدولي. الاسعار مش تكون ب 21 دينار و500، وندعيوا المواطنين حتى من خلال العرض التجاري هذا كونهم يردوا بالهم، راهو للاسف منظومه اللحوم الحمراء تشهد عديد الانفلاتات خاصه في مستوى الذبح العشوائي،
راهم قاعدين نشوفوا في زازارة يشد العلوش قدام الحانوت ويبدأ يذبح، والمواطن يبدأ واقف يستنى فيه. راهو ردوا بالنا، راهو معناته هذاك مخالف للقانون ومخالف لأبسط مبادئ الصحة والسلام. واضح. المواطن في ثقافته الاستهلاكية راه فيه كونه هو حاجة فرشكة وأنا قدامي يذبحوا. أي يقول لك حي معناتها من المنتج للمستهلك، هو يخمم هكا ممكن المواطن. أي لكن ردوا بالنا، معناتها فما عديد التجاوزات في الوضعيات هذه وفما عديد الأمراض، ردوا بالنا. ماذا بينا نثبتوا فك الختم الأخضر هذاك نتاع المراقبة البيطرية، ماذا بينا نثبتوا في طريقة عرض اللحم، معناتها يلزم يكون في واحدة كونتوار فريجو شامبر فرواد، فما ظروف معينة على الأقل مينيموم لازم تتوفر معناتها. يعطيك الصحة، معناتها وما نختاروش بالسوم، معناتها تو تلقى شكون يبيع ب 20 دينار و 21 دينار، لكن مش قاعد تشري المهل، تشري في علوش أنت. سافوار معناتها كيفاش هو حتى الغش، خلينا نحكيوها معناتها في اخر نقطه موجوده الحقيقه، معناتها موجوده الامانه موجوده. هذاك علاش لازم المستهلك يرد باله، وعلى الاقل حاجه احنا كمؤسسه عموميه رانا والحمد لله معناتها تابعين وزاره التجاره، ما نجموش ما نسمحوش لنفسنا باش نبيعوا حاجه اللي هي مش مراقبه بيطريا، ولا نعملوا غشه ولا حاجه غير ذلك، معناتها يمكن هذا الملجا يبقى دائما الاسلم للمواطن التونسي. واضح. جوست في اخر نقطه نذكروا بنقاط البيع انطلاقا من غدوه، سوم كيلو العلوش ب 21 دينار و500 فقط، و21 دينار و500 في نقطه البيع المركزيه بمقر الشركه بالورديه، في المارشي سنترال السوق المركزيه في شارع الحريه، الى جانب نقطه البيع الجديده نتاعنا باش تكون في الصالون الدولي في الكرم في السيامات. دونك عندنا نقطة بيع غاديك العلوش دينار ب 21 دينار و500 محلي. يعطيك الصحة، شكرا سي طارق بن جازية مدير عام شركة اللحوم، شكرا على كل هذه التوضيحات. انطلاقا من غدوة أسبوع العلوش في تونس لمدة أسبوع، صوم كيلو العلوش ب 21 دينار و500. موزيكا، مازلنا مواصلين في موجة صباح، راجعين تبعدوش.